يقول لدي شبهة تزيد عن 200 حبة، ويقول لي بعض الناس أرجو أن تخففها إلى 99، هل هناك كراهية في الزيادة؟ وأرجو توجيهي في هذه المسألة. أول اتخاذ المسبحة للذكر فيه تفصيل، إذا كان يرى أن المسبحة فيها فضل فهذا خطأ وليس في المسبحة فضل، وإن كان يرى أنه ليس فيها فضل وإنما يتخذها لإحصاء التسبيحات فقط كما يعد بالحصاء أو كما يعد بأصابعه فلا بأس بذلك، ولا حرج حينئذ في عدد الخرزات أن تكون 100 أو 90 أو 95 أو 99 أو ما زاد أو نقص عن ذلك، لا حرج في ذلك، ولكن مع هذا كله تسبيح بالأصابع أحسن. نعم.